عصام، من قبل الاولمبياد وانا شايف انتظارك وشغفك للاولمبياد، صحيح. وبالتالي انا عايز ادخل معاك للاولمبياد بعد نهايتها. هو ايه المميز في الاولمبياد؟ ليه الاولمبياد ليه الطابع الخاص اللي بيخلي كل هؤلاء الملايين من العالم قاعدين مستنيين الحدث ده؟ الالعاب الاولمبيه العاب غير جماهيريه في العاده، مفيش حد في وقت غير الاولمبيات بيقعد يتفرج مثلا على سلاح الشيش او بطوله العالم لرفع الاثقال، مش ما فيهاش الزخم الجماهيري المعتاد لالعاب جماهيريه زي مظبوط. الكوره او الباسكت او اي حاجه زي كده. لكن مع الاولمبيات كل ده بيختلف، الاجواء نفسها، فكره الحس الوطني اللي موجود في الاولمبيات. عارف انت لما نقول احنا عايزين نروح نرفع علم مصر تتقال كنايه ان احنا عايزين ايه نشرف البلد. لا، هو ده اللي بيحصل حرفي في الاولمبيات، انت بترفع علم بلدك قدامك. النشيد الوطني ده شيء صعب جدا ان انت حتى لو انت مش مشجع من نفس البلد، بس صعب جدا ان انت ما تقدروش او ما تحسش بنفس الاحاسيس اللطيفه ديت. كان في موقع ريدت، ده موقع للاسئله عموما، اي حد حلو قوي. موقع ريدت، فكان في حد لطيف انا اسال جدا. عصام اي سؤال يروح ريدت اهو. موقع ريدت كان في حد لطيف جدا بيقول دلوقتي انا استرالي، ما فهمش حاجه في الووتر بول مثلا، ما فهمش حاجه في كره الماء، وبتفرج على ماتش كندا وانجلترا، وانجلترا كسبت وبيعيط، وانا بعيط ليه معاهم؟ ليه؟ ودي ظاهره فيها اكتر من مقال يعني. فكان في مقال في واشنطن بوست اعتقد عن فكره ليه بنبكي في الاولمبيات رغم ان احنا مش متفاهمين الالعاب قوي. مظبوط. فكان في عالمه نفس رياضي استراليه كان اسمها ماري سليبين، فاتكلمت في الحته دي تحديدا ان دوت ارقى مشاعر الانسانيه والدلاله ان احنا بني ادمين، ان انت تبدا تتعاطف مع شخص قدامك لانه حزين او تفرح لفرحه. انت مش عارف القصه، بس انت شايف حد بيحقق انجاز قدامك. بيعيط من كتر ما هو قدر وبالذات الالعاب الاولمبيه العاب فرديه معظمها، فبتبقى في مشوار انت بتبقى مظبوط. قادر تشوف المشوار دوت رغم عدم علمك بتفاصيله، بس قادر تشوفه في اللحظة اللي بيتوج فيها. تمام. في لحظة بكائه، في لحظة أحضانه للمدربين، في لحظة إن يبقى أهله قاعدين قدامه في بيتفرجوا عليه وهو بيتوج بالذهبية أو أي ميدالية. وبعدين يعني في مقالات اتكتبت عن فكرة إن الأولمبياد دايما بتبقى سبب فخرك بجنسيتك، صحيح. يعني فكرة ان هي بتربطك ببلدك بطريقة مختلفة، صحيح، عن الطرق العادية او المعروفة. بالظبط. بص، هو حتى انت يعني المشهد المعتاد بتاع الاولمبيات اللي انا حضرته في طول حياتي، المشهد بتاع الافتتاح، انت بتفضل قاعد مرصوص قدام التلفزيون عشان اللحظه اللي بتعدي فيها الموكب او البعثه بتاعه مصر ويرفعوا العلم. ده في حد ذاته ان انت جزء، الناس ديت بتمثلك قدام العالم كله، العالم كله شايفك وانت رافع علم مصر، والناس اللي ماشيه دي كلها ناس مصريين بيحاولوا يحققوا انجاز لمصر. ده في حد ذاته بيبقى شيء مدعاه للفخر بشكل او باخر. ايه اكتر رياضه مش من هواياتك في العادي انك تتابعها بتتفرج عليها في الاولمبياد؟ الاولمبياد مبدئيا عايز حد متفرغ، عارف انت الاولمبياد بتبدا من الصبح. انت طول ما انت فاتح التلفزيون كل الرياضات شغاله قدامك، وبعدين الرياضات انت يعني هي بتدخل من هنا لهنا لهنا. مظبوط. مصارعه مع كرم جابر طبعا، بدات تبص على المصارعه. خماسي حديث مؤخرا عشان احمد الجندي. مفيش لعبه معينه فنيا، انا في يعني انا يعني محمد السيد وهو بياخد البرونزيه مثلا، انا مش فاهم يضربه فين، احنا عايزينه يضرب فين عشان فين نكسب بقى لما فين بقى لما. وده جزء على فكره عايزين نتكلم فيه، اللي هو جزء ده اكتر وقت ممكن تثقف الناس للالعاب ديت، لان الناس دلوقتي كلها عندها زخم ان هي تبص وتركز، عندها استعداد تسمع في ظروف تانية ما حدش ممكن يبقى ما عندوش نفس الاهتمام بانه يعرف ايه قوانين لعبه السلاح او الشيش. بالظبط بالظبط. وايه الفرق بين الايبي والشيش والحاجات ديت. لكن مفيش لعبه معينه، لكن زي ما بقول لك احساس الاولمبيات نفسه هو الاهم بالنسبه لي تماما، احساس الانجاز. ايه ابرز مشاهد اولمبياد باريس؟ أنا في رأيي إيمان خليف في الصدارة بدون منافس. إيمان خليف قصة عظيمة متكاملة. إيمان خليف عظمة القصة بتاعتها إن النقطة مفيش حد، يعني مفيش حد عنده أي دليل على التشكيك في إيمان خليف كونسة. في جنسة. مفيش ورقة. مفيش ورقة بتقول إن هي بتحمل تركيبة كروموسومية معينة تخص الرجال. مفيش ورقة بتقول إن نسبة التستيرون عندها عالية. الكلام ده كله ادعاءات. حتى الاتحاد الدولي للملاكمه لما اقصاها قبل النهائي بتاع 2023 ما قدمش ورق. لكن التشكيك كله لشكل، هو ده الناس قدامهم، وتشكيله كله لايه بقى؟ للقوه الزياده اللي باينه في الجولات. ودي النقطه اللي هي الوحيده
اللي ايه اللي الرياضي اصلا بيستنى من الناس التحيه عليها. فهل في لحظه مثلا، انا بحاول اتخيل، هل في لحظه ايمان حست ان هي بدل ما تكسب 5-0 5-0 تسيب نقط اللي قدامها؟ يمكن الضغط ده يهدى شويه. بس لا، هي عارفه ان القصه خلاص، هي مش جايه تحقق للناس معاييرها، مش جايه تثبت للناس ان هي انثى كمعاييرها. هي جايه وعندها حلم، بقى لها سنين بتلعب، خسرت كتير، شاركت في اولمبياد طوكيو وخسرت عادي، وجايه دلوقتي تكسب. جايه دلوقتي عندها الابيليتي ان هي تكسب، فهتكسب بدون بقى، بغض النظر بقى عن كل القصص التانية. ده دليل قوة ذهنية رهيبة. طبعا طبعا، انك تواجه العالم كله طبعاً، وتفضل تكتسح انت بعاصفة التشكيك من اللحظة الاولى، ورغم كده قادر ان انت تسد ودانك وعينك وكل حاجة. وقوة ذهنية مهمة جدا 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 لأي رياضي، وبالذات الرياضات الفردية. يعني كان في أحاديث كلها بعد ما الناس، بس ما بتبانش غير بعد ما تخسر طبعا، بيتكلموا ان الفكرة فكرة ذهنية. انا كسبت. الناس المصنفة اللي بعد كده بتخسر، بالذات المصريين يعني، يقول لك الأولمبياد مختلف، الأجواء مختلفة، الضغط الذهني مختلف. هي طبعا مختلف. طبعا طبعا يعني طبعاً.